ارسلوا لي بوكس ثاني عشان اصور لكم اياه. الحجم حقه هذا هو البوكس، ممتاز. انا شخصيا استخدمه قبل اصلا ما يعني حتى يطلبوا مني او شيء، من زمان عندي مره. فصراحه كرف ومره سهل الاستخدام. شوفوا بس تفتحينه، هنا الخطوات عندك موجوده كيف تفتحينها. وانا يهمني لاني مجربه كذا براند، فنفسها اله البخار هذه هي حقت حمام المغربي، قالت لي يعني اشتري هذه البراند، هي اللي يعني نصحتني فيها، فهمت ايش قصدي؟ فهي مجربه وتعرف براندات كثيره ونصحتني، قالت لي ترى احسن شيء هذه البراند. انا عندي اثنين قبل مجربتهم، فاللي لاحظته ان هذا نفسه هو الجهاز حق البخار هو اللي فرقت معاه من ناحيه قوه البخار، كيف السلك ما قاعد يتمدد معي على طول، الجهاز نفسه ما يخرب. يعني الحين كملت عندي تقريبا سنه. وفوق هذا بما اني انا احط اصلا مع جهاز البخار احط المزج، يعني قاعده اتكلم انا من تجربه شخصيه. نفسها هذه الخيمه نوعيه الخامه حقتها بساعه تتنظف، يعني انا مثلا اسبوعيا استخدمها. حتى فيبي تقولي بسرعه قاعده اغسلها، مو نفس القديمه القماش تطول وتبقع وحوسه، بما انك مثلا انت تدخلين داخلها حاطه مثلا ماسك بجسمك فتتوسخ فصعب تنظيفها. هذه رهيبه، تنظيفها سهل جدا وجهازها ممتاز. داخل البوكس في هذه الشنطه، تخيلوا داخلها الخيمه، مره سهله حتى يعني لما ترجعينها شوفوا حجمها، نتفه صغنونه. وهذا هو الجهاز حق البخار، هذا هو. ايوه افتحي كذي، ممتاز عن تجربة، صدق صدق ممتاز. يعني أنصح فيه أي وحدة جوها حمام مغربي في البيت تحط ماسكات، رهيب. شوفوا الحين فيبي بتفتحها عشان تشوفون شلون ينفتح وكذا، ما عليكم الصارخ هذه، بس تخيلوا وتحطين الجهاز. أمانة أسهل منه. شوفوا نوعيات الخامة حقتها، هذه هي، شوفوا هذا حق الوسخ. أهم شيء حق الوسخ، يعني حق المستهلك. ليش يا بيبي ما في كلين؟ فشلتنا. المهم هذا هو، هذه هي نوعيتها، مرة كويسة. When you clean it, easy or no? Yes, easy. Just to clean with the sabon, but it's. وشو better, the old one or? No, this one. شفتوا؟ And it's thick. Thick يعني I'm sure you're welcome thick، يعني مترجم على أساس. أوكي. open the this one. White one, yes. هنا بس تحطين السلك، طيب، عشان تحطينها في الخيمة. شوفي تفتحينها من داخل، هذا السلك، طيب. فبي يلا ميك إت. كذا تحطينها، طيب بنات شوفوا لما تحطون المسك رهيب رهيب بنات رهيب، ما امزح كيف انه يجنن بالحمام المغربي. حطي نقطتين دهن العود كذا نقطه، ومسك نقطتين ومع المويه، وشوفي الريحه، بالله عليكم تجربونها. طيب تحطينها انت كذا بس، وتحطين هذه توصلينها، بس تتاكدين انها موصله مره زين، يعني اكيد انها داخله مو فيها هواء او شيء، مره كويس تركبينها وتحطينها بالكهرباء وخلصنا. تقعدين شوي لما يعني تستنينها لما تحتر، لما تحتر تدخلين داخل.